بلا مزح. حلقتنا لليوم حلقة موسيقية، بدكم تعرفوا ليه؟ خليكم معنا. طبيب جراح، لو نويت فعنيك بدور، مع انك طيب جدا وغيره من اغاني كتير بتحبوهم وبتتسمعوا عليهم، كرمال هيك قررنا اليوم انه نستضيف عنا الموسيقار والملحن المصري المعروف سهر لبنان، شاكر الموجي. اهلا وسهلا فيك استاذ شاكر. اهلا بيكي. بدنا نحكي شوي عن نشاطاتك، اخر اعمالك، وتخبرنا شوي عن الفنانين اللي انت هلا حاليا عم تشتغل معهم. حاليا بعد جديد للوصوف وبحضر جديد لوائل كفوري. شو الاغاني اللي... يعني الوصوف بعد ما عملت له اخر البوم دول مش حبايب، بعمل له حاجه اسمها للدنيا حساب، وبعمل شيء للفنان اللي بحب صوته كتير وائل كفوري. والاستاذ نهاد طلباي اللي كتير عشره عمر معاه، عمل له 3 الحان جداد، وماري سليمان كمان الفنان اللي كتير بحترمها، وخلدون سودان وديع مراد، يعني فنانين كتير هجمين عليا اليوم. طب شو رايك بالفنان اللبناني استاذ؟ كتير حلو يعني. من اي ناحيه؟ من اي ناحيه؟ يعني كفايه طبيعه البلد بتاعته بتجنن، فلازم هو يجنن هو كمان. شيء طبيعي. طب اذا نحن بدنا نحكي شوي عن الملحنين يلي عم بيعملوا طريقه ما اقتباس يعني من الموسيقى الاجنبيه، وعم بيحطوا كلمات لبنانيه وعم بيغنوا، عم بيعطوا للمغنيين للمطربين، شو بتقول؟ شو عندك فكره عن هالشيء؟ بعتبره باللغه الفنيه يعني او باللغه الطبيه انيميا في الموسيقى، عنده فقر دم. عنده فقر دم، شيء طبيعي يعني. يعني هو من فقر المزيكا عندك عشان تروح الموسيقى الشرقيه كيف يعني بالنسبه لألاف؟ مليانه على الاخر، بس الجدع اللي يستغلها يعني هو ده المفروض. طب فيك تحكي لنا هيك الشغله مهضومه صارت معك، ما بعرف، مع شيء مطرب معين نعرفه او شيء، ما بعرف هيك مش نكته، انه الشغله صارت معك بتضحك وتتذكرها، خبرنا هيك شيء شغله. انا حقول لك على شيء حصل معي مع الوصوف، جورج وصوف. كنا في باريس احنا الاثنين، وانا عندي سفر ثاني يوم وهو عنده سفر ثاني يوم. وحصل ايه؟ ما انا هقول لك هو حصل ايه. شو حصل باللبناني لو سمحتي؟ شو حصل؟ ايوه. عامل له روح الروح بتعتدني على كلمه لو نويت جرحونا، وناقص لحن على الشريط اللي يخلص. قال لي انا خلاص مش هاخد منك الحان، واتخانق معايا خناقه كبيره. قال لي باقي لحن. قلت له يا خيي طب اعمل لك ايه؟ خلاص خلينا مع بعض. قال لي طب اديني عنوان بيتك وانا اجي افرجيك. قلت له طب خد عنوان بيتي. تم ادي له عنوان البيت. قام مزمر على الباب. قلت له مين؟ قال لي انا ابو وديع. قلت له وريني نفسك لو جدع اطلع. قام طالع 5 زور بيخبط على الباب. قلت له مين؟ قال لي ابو وديع. قلت له لو جدع افتح. ها ادخل. فتحت الباب قال لي اهلا خي حبيبي اخبارك ايه؟ وفي الاخر سافرنا احنا الاثنين، رحنا فين؟ كان انا رايح اغني في نفس المسرح اللي هو يغني فيه، فلقينا بعض في كان، قمت عامل له اسمعيني في كلمه اللحن الاخير في الشريط. نحن نعرف انه المصاري كثير بحبوا المزح، كرمال هيك قبل ما نجي لعندك لهون نحن عملنا ريبورتاجات، يعني حكينا مع المشاهدين والجمهور انه لو ما كنت انت موسيقار اي مهنه بيختاروا لك الجمهور؟ خلينا نشوف الريبورتاجات ونشوف شو عم بيقولوا عنك. طب اختاروا لي الاول، ما انا عايز اعرف اختاروا لي. اقول لك انا طبخ؟ لا معلم باتون. اوكي.
بتمنى يجي يبيع عنا تياب هون. اكيد انه طبيب اولاد ما في غير هيك. مدير شركه. محامي. محامي؟ لا لكن درجة لا، بفضل انه يعمل كلوكوز. ماليش سهم. مهندس. رقاص. ميرسي. اعوذ بالله جبل النمبي. اشتغل بالخضره هون على الطريق. بيع موز مثلي. الاشبه خمسه. حكيم عيون. حلويات. لازم يكون بيلعب سيف وترس. اشتغل على محطه بنزين. يمكن ينجح الزلمه يمكن ما ينجحش. اذا بيشتغل على شيء عامل على شيء محطه بنزين بيكون كثير منيح الشيء هذا. انما انا بفضل ترومبه بنزين. ولا؟ ابدا. هو عندك ثقه بحالك انه انت فيك تشتغل هالمهنه؟ يعني هشتغلها لسبب عشان اوفر على نفس الوقفه اللي بوقفها واحد بيعب بنزين وعندي تسجيل ويعطلوني وحاجات زي كده. انا اوفر لنفسي يعني اشتغلها واعبي نفسي وامشي. طب طالما انت مفكر انه فيك تشتغل بهالمهنه بدنا نجرب. رافي تفتح لي اذا بتريد. جعان هالسياره يا غنم. لا يا استاذ جعان. سياره زي دي تحط لها مازوت. شو مازوت؟ انت واقف قدام المازوت يا استاذ. انت اللي وقفت قدام المازوت. قدام المازوت. المازوت فيها وقفه مخيش. حضرتك وقفت لما بتكمل 10000. شو كمل 10000؟ 10000 مازوت بتعبي لي شو كميون يا مدام بريه. ما حضرتك اللي جيت وقفت قدام المازوت. ايه غلطتي انا؟ انا ذنبي ايه في النص؟ شو ذنبك يا مين مسؤول هون؟ من هو هذا المسؤول؟ يا سيدي ما فيش اي بيحصل حاجه في المطار شيء؟ لا احترق المطار. شو بيحصل بالمطار؟ احترق المطار. شيله لخيلك شيله. لا هذا يا استاذ مسؤول المعلم موجود. طب انا ابدا المعلم ما تجيبش هنا المعلم بس انا هقول لك. انا رايحك يا استاذ. انا هديك سيارتي. كيف عم بينا مسلوك بالعربيه؟ بس ما تقول هديك. طب هديك سيارتي هنا اهي. هديك سيارتي. ما شو سيارتك؟ سيارتي اهي. اهي حكينا عم بحكي معك انا. طب بقول لك هديك السياره بتاعتي. انا غلطان. السياره انت يا استاذ هديك سيارة. ما انت واقف. انت واقف وين؟ هي تعبي بالمسلوك. طب انت واقف فين؟ شو واقف فين؟ واقف هون. يا استاذ انت واقف فين؟ مع احترامي ليك ما تزق فيا. ما تزق فيا امام قدامك اهو. الله انا واقف على الفرن يعني تعبي لي. وقفت فين سيادتك؟ شو هذا؟ وقفت فين؟ مكتوب ايه قدامك؟ مزوت يعني قدام المزوت. طب ذنب انا ايه في النص؟ مين مسؤول؟ عم بقول لك مين مسؤول؟ طب من غير بس ما تجيب سيارة. انا هديك. ما في مين مسؤول؟ انا بجيب لك سيارة. يا خي سيارة اهي. المصريات والخي. مصرياتك اهي. بسيطة بسيطة. شو هذا؟ بسيطة. الخي كيف بسيطة يا عبا مزوت؟ قلت لي روح. يا سيدي زي ما انت اللي وقفت قدام المزوت. وقفت هنا مزوت. حبينا نسليكم لا تنسوا معنا التعب. ابقوا معنا وانتبهوا مني. حتشوفوا منا العجب. حتشوفوا منا العجب. حتشوفوا منا العجب. حتشوفوا منا العجب. كل حلقة في عنا حكاية والمزحة رح تتحلي. بس صلح لي يا عبي صلى مزوت نزعتك. ما انت اللي واقفة قدام المزوت يا ستي. انت اللي وقفتي مش انت اللي واقفة قدام المزوت ولا انا؟ اول ما فيك نظر ما بتسالني السياره مثلها شو بدها مازوت ولا بنزين؟ طب وانت مع احترامي لنظرك مكتوبه كمان كلمه مازوت اهي. مازوت يعني معقول السياره مثلها بيعرفوا لها مازوت؟ يعني انا اللي غلطان؟ عيط لي للمسؤول عنك. يلا شوف المعلم موجود عندك. عيط له عيط له. معقول انا بعت له السياره هلا شو بدي اعمل؟ طب انت مزعليك ليه؟ انا ذنبي ايه؟ مش انت اللي جيتي وقفتي قدام المازوت؟ شو العمل هلا؟ ما بدي سيارتك. بدي سيارتي انا.
طب امشي بس سيارتي ومفيش مشاكل. عيط لي للمسؤول. عصبت كتير بسيطة. وعصبت كتير نزال السيارة عبالي مزهور. لا 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 هذا بنزين عبالك عن جد منه مزهور، هذه مصحة حاب ينزعها معك من ناحية شكل من ناحية معروف. ابعد عن سكته ولا انت ما حبيته؟ ابعد عن سكته ولا انت ما حبيته؟ قال لي القدر ما صدقته. قلت له زيه ما قابلوش. قال لي القدر ما صدقتوش. يا رجيت يا اخي يا رجيت. ايوه في حاجه غير رجيت؟ ما فيش حاجه غير رجيت. ماشي لا اوام اوام خمس دقايق امر صدى على قلبي بالحنان ويا القدر يا من امر صدى على قلبي بالحنان هي كده هنا بالعرض الصعب مش عايز تنزل خبر السود ده عايزين ايش يومين ثلاثة عشان ترجع تنزل عشان تصلح المكنة يومين ثلاثة يعني بضل ثلاثة ايام هيك واقفة اعمل ايه انا مش عايز اتصلح اتفضل حاولت تفضل بايدك برضو لا اهو الاثنين باظوا شو العمل انا هقول لك على حاجه اديك سياره سيادتك يومين هي سيارتي ورايب السياره وكل دفاتري بالسياره دفاتر السياره تعال انا يا استاذ هوريك سيارتي انا خدها يومين ثلاثه اربعه يعني انا بدي سيارتك انا بدي السياره عندي اشغال كتير هلا طب ايه اللي انا بعمله دلوقتي مش عايزه تنزل حاول نزلها حاول حاول حاولت مرتين ما بتنزل انا شو ذنبي هيقول صاحب الترمبه مين المسؤول ها يا معلم اتفضل شوف صاحب الترمبه انا ذنبي ايه بس يا استاذ أول مرة بشوفك هون سرقت منهم؟ لا أنا لسه بادي مبلش اليوم مش معقول كل ورايب السيارة؟ شو فيني أعمل؟ طب حاول ظبط حاول إنه ظبط الطريقة هيدي بركي يا أستاذ أهي ها يا أخي جيب زميلك جيب حد ينزلها وكده عمال بجيبها من هنا وبجيبها من هنا أنا يعني اليوم مبلش بس عامل شي أربع سيارات قبل منك كان كويس جدا الشغل طب شو العمل بيوقف حدا يومين هون يعني؟ لا بعطيك سيارة أنا سيارة ها شو سيارتك السيارة؟ يا اخي ما بدي سيارتي انا طب بفرجك على سيارة بفرجيك اهي سيارة يومين. انا بدي اسوق هاي السيارة يا سيدي يومين ثلاثة مش فاكر انت مجنون؟ انما انا ما جنيت انا بقول لك سيارتي خدها يومين ثلاثة انا ما بدي اخذها بدي اخذ سيارتي يا سيدي انا بدي اخذها جيب ونش نزلها مشي بيها نفسك ما راح اروح بلا ما اخذ السيارة سيارتي كويسة برضه بتمشي يا اخي ما بتسوقها شو بدك انت؟ معلش حتوديك يومين ثلاثة عشان تكون نزلناها ما بطلع فيها يعني خلاص هي مين صاحب الترمبه مين المسؤول عندك الاستاذ المدير عيط للمدير شكو بده ينزلها طب هاي شغلتكم وشغله المدير انه ينزلها على فرضنا ما نزلهاش نعمل ايه هديك سيارتي نزلها. بديك سيارتي شوفي بسيطه شوفي شوفي بسيطه الحلقه فيها كمان الممثله السوريه لينا مراد نقت نفس المهنه اللي نقاها شاكر الموزي بس قبل خلينا نسمع اخر اخبارها لينا مراد اهلا وسهلا فيك ميرسي اهلا وسهلا فيكم بسوريا لينا عرفنا انه انت خريجه معهد وشاركتي بعده اعمال تم تصويرها بسوريا وتعتبر من اهم الاعمال اللي صورت مثل يوميات جميل وهنا مثل العوسج مثل ايام متمرده والفوارس ونوعتي بين تراجيديا وبين الكوميديا وين بتلاقي حالك اكثر بالتراجيديا ليش
يمكن في شيء من شخصيتي او هي الشخصيات التراجيديه بتكون مكتوبه بشكل كثير حلو. اكيد بحب اني اشتغل كوميديا واشتغلت يعني. الكوميديا مريحه بتريح، التراجيديا بتحسي عم تقدمي شيء حقيقي من ذاتك وشخصيتك، ويمكن شخصيتي اقرب للتراجيديا، بعتقد هيك، مع انه يمكن نحن ما بنعرف حالنا، او حتى الاخر ما بيعرفنا ولا نحن بنعرف الاخر، يعني هذا كثير شيء صعب. والممثل يعني من بعتقد يعني من اهم الاشياء اللي لازم يعملها انه يبحث بذاته شو هو ويعرف حاله ويقدم نفسه من خلال فنه. بتذكر وقت كنا عم نصور العوسج مع استاذ نجدت، صورنا بضيعه اسمها ثلاث، كانت كثير بدأ، هو مش موقف معي يعني، موقف صار بالتصوير. فباحد المشاهد نحتاج لحيوانات يعني يكونوا معنا بالتصوير يعني بالشغل، وبناخذ مشهد بيكون في مجموعه حيوانات هيك. نحن وعم نصور صاحب البيت بيقول عفوا ما بيصير تصوروا، ما بعرف شو خير شو في، بيقولنا البقره دخلت بالتصوير وبدكم تدفعوا لي عليها مصاري. فعلا راضوا دفعوا له مصاري. بعدين بالصدفه بيصيروا يمروا جاجات، فبيرجع انه ستوب، لا طبعا ما قال ستوب، يعني انه اذا بتريدوا الدجاجات عم يدخلوا بالتصوير كمان بده مصاري، كمان بده مصاري على الدجاجات، انه كل دجاجه حاسب عليها. قديش حاسب على الدجاجه؟ شو بعرفني. لينا بتتخيلي حالك غير ممثله؟ هلا لا، لان يعني حتى بالتمثيل ممكن نحن نقوم بمهن كثير حابين انه نشتغلها، او شخصيات كثير بنحب نكونها وما بنقدر نكونها بنحققها عن طريق التمثيل. طيب شو رايك اليوم مثلا ممكن نحقق شيء شغله بتحبي انك تمتهنيها ويمكن ما معك وقت او الظروف ما بتسمح، شو رايك؟ اذا بدكم نحن عملنا مقابلات مع الناس وسالناهم اذا الممثله لينا مراد ما كانت ممثله شو بتنقوا لها مهنه ثانيه؟ شو انا بقول لك كثير شغلات ظريفه كثير رح نسمعهم نحن وياكي. والله دكتوره انا وياكي مدلها دكتوره، الواحد بشوفها لحاله بتطير فورا. ممكن مذيعه، ممكن غناء، ابدا. تشتغل معنا تيكتينج وتقعد جنبي هون؟ لا بحب كون مسافرة دايما. بالإعلانات؟ إذا إعلان حلو. رقاصة؟ كان حلو من زمان. باعت ألسن؟ طفش كل الزبونات. لينا بنحس إنه شخصيتك شوي شخصية رايقة رومانسية حالمة هادية، صوتك ناعم. رح اقترح عليك اقتراح، نحن دائما بنترك الخيار للفنان انه هو ينقي مهنته، بس لاول مره رح اقترح عليك انه نحن ننقي لك مهنتك، شو رايك؟ بس ماني مضطره بقبل ولا ما بقبل؟ اكيد يعني بالنهايه القرار بيرجع لك. انا رح نقي شغله عكس شخصيتي كليا، عامله على محطه بنزين تتساءل على العالم، بتوسخ لهم السيارة، ممكن تكوني معرضة لأي مشكل يصير بأي لحظة، شو رأيك؟ مين قال لك بعيدة عن شخصيتي؟ ما بعرف أنا هيك بحس يمكن. ليش لا؟ ممكن؟ إيه؟ بنجربها سوا؟ نجرب؟ أوكي، تفضل. يلا. أيوة، كمان. لورا لورا، كمان. زبط، كسر على اليسار. زبط. إيه، ستوب، بس. زبط لقدام شوي. انا بدي زبط لقدام. بدك تغير زيت؟ اي يلا انزل غير زيت لبين ما نضبط لك السياره. لا ما بيصير، نحن هون ما بيصير تغيير الزيت اذا السياره وصلت. ليش كمان بدي غير زيت؟ انا جاي غير. ما بيصير يا اخي، اذا ما السياره نظيفه ما بيغيروا لك زيت، والله اسالهم مثل ما عم اقول لك. اذا ما سيارتك نظيفه ما بيغيروا لك زيت، ما بيصير تغيير. سكر الشباك اذا بدك سكر.
يعني زلمه بده يغير زيت يا اخي ما بيغيروا لك زيت ما بيغيروا لك زيت اذا ما سيارتك نظيفه اذا ممكن نعم يا اخي يا اخي ليك اقرا اقرا عنا هون قاعده ما بيصير انك تغير زيت اذا سيارتك مو نظيفه اي نحن هي عم نغسل لك اياها ما شغلت ليك ما انظف يا اخي ثواني 25 ليره ليك نطفة ما أحلاها هلأ صاروا بيغيروا لك زيت قبل ما كانوا بيغيروا لك زيت صدقني راهو إنه يمنع تغيير الزيت إن لم تكن السيارة نظيفة أبدا والله ليك اقراها هون عرض خاص إنه إذا سيارتك نظيفة نغير لك زيت بلاش وين هاي ليك اقراها عرض خاص ما في لا عرض خاص يعني ليك وشوف ليك عم بتلمع ها طيب من وراها مو مكان ورا ولا مكان يا أخي طيب عطيني أجرتي خلص انزل غير زيت عطيني أجرتك ما عندي وقت 25 ليرة 50 10 ليرات يا اخي خلصنا بدي استلم سيارات غيرك وانا ماني فاضيه انت مستعجل وانا ماني فاضيه ليك كم سياره عم يستنوني طيب شو بدك انا برضاها يعني انظف من هيك ها بدك احط لك الميات كله يا اخي طول بالك شو هاد عم نقول لك شو جلغمت يا اخي شو جلغمت ها عم نقول لك عطيني شو السخطة ما بصير الحكي ها شو المشكلة عملها بدي غير زيت يا اخي عندنا عرض خاص اقرا عرض خاص ان لم تكن السيارة يا زلمة شو عم نحكي عم نقول لك نغير لك بلاش هيك لك عم تخبط السطح شو هالحكي معلش يا حملة تعرفيني شو بليني تبلاي هذا انا عم بتبلاك لك عم معقول عم بغسل لك اتفرج ما انضفى اتفرج ما انضفى ما اسرقها احكيني كلمة ما بصير الحكي هذا برنامج بلا مزح لينا الخفيف فنانة لينا مرات بتعرفها حابه تمزح معك على المسرح لا تتمر هون هيك هيك سيارة عاملها ما تؤاخذنا سامي مجنن العالم وصاير مصدر ازعاج ليه؟ كيف؟ شوفوا الو ايه يا هلا بجيب معي لبنه وجبنه فول فول ايه يلا هلا بجيب ايه يلا جاي يلا حجيب هلا بجيب الترويقه معي وبجي يلا خمس دقايق وبجي يلا جاي كيفك اخي ماشي الحال حطلي بهالخمسة بس 32 32 ألف فول بجيب خمسة أنا هي قلت لي فول عم بحكي صاحبي عازمني على الترويقة قلت له شو جايب لي أكل على شو عازمني قال لي لبنة وجبنة وشاي وفول يا حبيبي قلت لي فول أنا قربت عليك قلت لي فول هلا الفول بدنا نتروق فول شو خص الفول بالبنزين شايفني فتح لك مطعم أنا هون على المحطة حبيبي عم بحكي صاحبي عازمني على الترويقة قال لي لبنة وجبنة وشاي وبس حبيبي لك كل يوم يمرق سنين واحد مثلك لعندي ايه مش فتح لك مطعم انا هون جاي عم حط هلا قربت قلت لي فول خي فول عم بحكي رفيق شو دخلك انت 32 الف هلا بدك تدفعها ولا شو روق انا عم بحكي صديقي عازمني على الترويقه وعم بقول له في فول قال لي فول بس ما عامل لك فول لك انا شو دخلك انت يا حبيبي عبيت فضل. لك 32 الف مش خمسه كيف بتعبي لي ما بعد نازل من السياره حط لي بخمسه هيك في مطعم هون نحن يا فول نحن يا اخي انا عم بحكي صاحبي انت شو افتكرت لحتى عبي شو السين انا قربت قلت لي فول فول؟ ايه فولت لك العربيه اه فول يعني فوله؟ ايه طيب شو دخلني يعني انا قصدي فول يعني عم بحكي صاحبي انه يحضر لي صحن فول حط لي بخمسه اذا بتريد حط لنا ما عندك غيرها؟ فولت لك سياره يا اخي مين قال لك فوله؟ قربت عليك قلت لي فولها لا يا حبيبي عم بيحكي صاحبي قلت له انا انه يحط لي صحن فول حط لي ب 5000 فولت السياره خلص شو 5000 شو بتعمل شو دخلني مين قال لك فولها طيب يا
يا حبيبي انت مرقت لعندك قلت لي فول، انا سمعت منك يا عم بحكي صديق عازمني على الترويقه، شو عامل لك الك انا انه انت عندك فول؟ فول يعني فولها يعني؟ شو نعمل يعني هلا؟ يعني بدك تدفع 32 ولا شو؟ اسحبهم اذا بدك. شو اسحبهم؟ ما بينسحبوا معك البنزينات؟ حطيتهم؟ لا ما بينسحبوا. شو بدي اعمل لك؟ شو دخلني انا؟ انت سمعت بالغلط يا اخي، شو دخلني انا؟ شو ذنبك؟ شو ذنبك؟ يلا اسحبهم. روقك مهنة؟ لا لا راي عن صاحبي، راي عن صاحبي. ما لا انا برايي روقك مهنة هلا، شو رايك؟ اخي معزمني صاحبي على الفول، عامل لك رايح لعنده. يا الله خلص حط لي اسحبهم وحط لي بخمسه. شو اسحبهم؟ لك يا اخي انا شو ذنبي؟ خلص القصه عيني، بدك تدفع او بشلحك ثيابك، شو رايك تروح مزلط من هون؟ شلحني ثيابك ايه، بشلحك ثيابك، شلحك ثيابك بديك مزلط. شو رايك؟ ما بيسوى 32,000 ثيابك، شو رايك؟ وينيتك منيح؟ منيح ما بيسوى، بدهم تنظيف كمان. طيب شو عملت انا لحتى بشلح ثيابي؟ شو عملت؟ شو عملت يعني انا؟ اذا انت فهمت غلط شو ذنبي انا؟ خلص اتكل على الله حط لي خمسة. يا حبيبي 20 واحد بيقطع اليوم يا التليفون معي. هلا شو خص التليفون يا اخي؟ يا اخي جيب المصريات وخذ تليفونك. يا اخي اذا انتم فهمتوا غلط شو دخلني انا؟ اسحبهم للبنزينات. ما بينسحبوا يعني. اذا واحد عازمني على الترويقه. نحن عندنا هيك حبيبي، كل يوم يمرق مليون واحد مثلك. في عندنا كثير بيعملوا قصص وحركات. بدك نعمل حركات. حركات شو؟ هلا ما بدي امشي، هلا بدي امشي. بلا مزح بلا مزح، حبينا نسليكم لا تنسوا معنا التعب، ابقوا معنا وانتبهوا مني. ان شاء الله من بعد حلقتنا ما يغلى البنزين بسببنا، بس اهم شغله بدي اقول لكم اياها انه عنا ابدا 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 ما بيغلى الدحك، كرمال هيك دايما احضرونا. باي باي.